طيب النهاردة بنحتفل مع حضراتكم بذكرى ميلاد أيقونة فنية، واحدة من أهم ممثلات جيلها، والحقيقة أن هي تركت بصمة مهمة في السينما. يمكن البعض يصنفها أنها يعني فنانة كوميدية، لكن هي فنانة شاملة الحقيقة، فنانة برغم طاقتها الفنية الهائلة إلا أنها تدخل قلبك بمنتهى السهولة والهدوء. فنانة جمعها أعمال مميزة جدا مع الأستاذ فؤاد المهندس، وقدمت فوزية في سكة على بناتك، هي القديرة سناء يونس. اليوم هو ذكرى ميلاد أيقونة كوميدية تركت بصمة هامة في عالم السينما، عشقها الجمهور في الثنائي المميز الذي جمعها مع الأستاذ فؤاد المهندس، فراح يردد إفيهاتها الشهيرة لشخصية فوزية في سك على بناتك، هي القديرة سناء يونس. ماله فؤاد المهندس برقبتك؟ على يدي كان فؤاد قاعد هنا وام المهندس قاعدة هناك. ولدت سناء علي يونس في 3 مارس 1942 في مدينة الزقازيق، وبدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة من خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية. علي وعلى جمال أمي. شربات شربات. عملت بفرق المسرح الحر منذ شبابها، وقدمت العديد من الأدوار والشخصيات المختلفة في أفلام في السينما وفي المسرح وفي التلفزيون، وتعدى رصيدها 40 فيلماً، وبلغ إجمالي ما قدمته من سينما ومسرح وتلفزيون 144 عملاً. بدأت سناء يونس مسيرتها الفنية رسمياً في فيلم إضراب الشحاتين في عام 1967 مع الفنانة لبنى عبد العزيز والفنان الراحل كرم مطاوع، وشاركت بدور صغير في فيلم صغيرة على الحب. والله أنا كنت حاجلك من غير عزومة لولا أني غرقانة لشوشتي. افتتاح المعرض بعد بكرة ايه ده وانت سايباني لوحدي كده من غير ما تيجي؟ اخص عليك. طب معلش النهارده سماح، لكن اسمعي من بكرة الفجر لازم تكوني عندي، في مليون حاجة لسه ما خلصتش. كانت انطلاقتها الحقيقية في المسرح مع الفنان فؤاد المهندس الذي اكتشف فيها الكوميديان القديرة المحترفة في أداء كوميديا الموقف، وقدمت معه عدة مسرحيات متميزة من أشهرها سك على بناتك وهالة حبيبتي. بأناختك وبشياكتك وبحلاوتك ولا الكلام اللي خارج من حنكك يا فندم. خاضت سناء يونس تجربة العمل كمذيعة مرتين، الأولى عبر شاشة دبي من خلال برنامج على المكشوف، والثانية في قناة النيل المنوعات من خلال برنامج سناء يونس.com. كان للفنانة سناء يونس نصيب في السينما، حيث قدمت أكثر من 40 فيلماً وتألقت في الدراما التلفزيونية، وكانت أحد الوجوه المميزة في مسلسل الدم والنار وبوابة الحلواني وليالي الحلمية. كان آخر أعمالها التلفزيونية مسلسل العميل 1001، ورحلت عن عالمنا في 20 مايو 2006 عن عمر ناهز 64 عاماً وبعد معاناة مع المرض.